في معرض جدة للكتاب المعرفة تواكب المستقبل، كتب رقمية عبر استخدام التكنولوجيا بأفضل صورة. هذا كتاب This book is completely AI generated والكاتب هو تشات جي بي تي. تخيلوا إنكم تقروا كتاب مش كاتبه إنسان، يعني كتاب بلا كاتب، أو بالأحرى الكاتب هو تشات جي بي تي. احنا هلا بمرحلة أصبح الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج المحتوى وابتكار، مش فقط إنتاج محتوى مما هو موجود، ولكن ابتكار محتوى جديد لم يكن موجود نهائيا. هالأمر بطل شي غريب وصار واقعي وعم ياخد اهتمام كبير، لهيك كان له محطة بمعرض جدة للكتاب خلال الندوات الحوارية مع خبراء بهالمجال. من عالم الذكاء الاصطناعي يلي صار محطة أساسية وموجودة بعالم الكتب إلى العالم الرقمي يلي شهدنا تطور كتير كبير فيه، ورؤى رح تخبرينا أكثر عن العالم الرقمي بمجال الكتاب. أهلا وسهلا، معكم رؤى من تطبيق فهمان. إحنا عندنا تطبيق فهمان للكتب الرقمية والصوتية المقروءة والمسموعة، كتب تفاعلية بمعنى أنه الطفل بيكون عنده فرصة أنه هو يعني بنحاول نخلي الكتب لايف أكثر، بيكون فيها تحريك، بيكون فيها انتر أكتيفيتي. أبريل، مايو، يونيو. الرقمنة اللي صارت مرافقة للكتب والقصص هي إضافة إيجابية للتشجيع على القراءة ولدفع الأطفال للاهتمام بالكتاب بأسلوب جديد. وبمعرض جدة للكتاب جناح خاص بالطفل، بقلبه بيكتشفوا الأولاد مواهبهم وعالم الكتاب بطريقة مختلفة.